ما شاء الله تبارك، انا اخذتك بالعنية برا، بعدين حسوي معاك اكمل معاك كلام جوا. هذه المحلات على شارع ايش؟ او خذني المكان هذا، ايش هو؟ هذا شارع البترجي. هذا البترجي، ها؟ هذا شارع البترجي. ايوه من الشوارع الرئيسية المعروفة في جدة. ايوه وهذا شارع الضنوخي. ايوه حي ايش؟ يتفرع. حي الزهرة. الزهرة، الزهرة. هذه المحلات واحد، كم واحد؟ واحد تقريبا. نحن هنا 12 ترك. 12 ترك. كل الاكلات تقريبا فيه؟ غالب اغلب الاكلات، اغلبها برجر. أيوة. ومكسيكي، وفي تركات حلا، الاكلات الخفيفه يعني. ايوه نعم. أيوة. وفي ترك شاورما. أيوة. برضو شباب. أيوة. حجازيين، ونحن المركب الحجازي. أيوة. نبيع فيه له مأكولات حجازيه بحته 100%. اللي هي الكباب، كباب الميرو، كباب المركب، المقلقل، السلات، الكبده، الكلاوي، الرز بحمص. موفق موفق ان شاء الله. موفق الله كذا ما يصلح الكلام، لازم نجلس ونشوف ونذوق بعدين نحكم. تشرفونا. الله يعطيك العافيه. شارع البتن بالضبط مع شارع الضنوخي. هذا شارع البتن اللي هناك. هذه المحلات كبيره شباب سعوديين وبنات برضو. حياكم الله. عرفني بنفسك. معاكم موفق سمكري. موفق ايه؟ موفق عادل سمكري. عادل؟ نعم. خريج؟ خريج بكالوريوس نظم معلومات إدارية من كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة. بجدة؟ بجدة. كم لك متخرج؟ متخرج لي 4 سنوات. وشغال؟ وشغال في الشركة السعودية للكهرباء. وهذا بخارج دوامك تعمل؟ وهذا خارج دوام. مع مين؟ مع الوظيفة الرسمية. لا مع مين؟ مين اللي معك شغال فيها؟ مع شركائي المعرفي كلهم. ايه. معايا تركي عبد العاطي. اهلا وسهلا. ولد خالي. ايوه. تركي عبد الله. اسام لكم بدقيقه. ايش؟ اسام لكم بدقيقه. تقدر تقول. ايوه. عبد العاطي. ايوه نعم. تركي عبد الله. انت قلت لي من حاره المظلوم اساسا. نحن من حاره المظلوميه. احنا من حاره البحر. حلو. وين؟ وهنا احمد عبد الوهاب دمياطي. ولد خالتي برضو. دمياطي جدا مو دمياطي الطايف. دمياطي جدا. ما يقربوا لكم حق الطايف. لا لا. طيب. ايش كمان دارس هو؟ انا متخرج قبل 4 سنين. بكالوريوس كيمياء، ودوبي كمان اتخرجت بكالوريوس اداره. ما شاء الله، يعني ما توظف قاعد تدرس؟ لا موظف في بن لادن. ما شاء الله. وانت؟ انا خريج بريطانيا اداره اعمال، حاليا شغال في الطيران المدني. ما شاء الله. انتوا محلكم هذا كباب ميرو؟ كباب ميرو. ايوه. ايوه. والكباب الميرو معروف. يا سلام على النظافه والحلاوه والزيت نظيف. ايوه. وبطاطس؟ وبطاطس مقليه. وعندنا بليلة. وما لكم اللي اسبوع قلت لي تقريبا يعني ان شاء الله. نعم. محمد موفق. موفق. أيه. موفق ان شاء الله. اللهم امين يا رب. الله يبارك فيك. انت لا تعلم مقدار السعاده اللي نشعر بها والفخر والاعتزاز اللي نفخر فيه. تعليم جيد، عيال اسر عريقه من جده من وطننا الحبيب، وتبذلوا ورد صريح لكل من يقول ابناء البلد ما يشتغلوا. هذا هم ابناء البلد، خريج جامعه زي الورد بنفسهم يشتغلوا في الحر في المنطقة هذه في الشارع وما يستحوا ما يخجلوا من شيء. هذا هو. انت قلت لي جدك السمكري، قلت لي كان سمكري في ايش؟ حارة اليمن. حارة اليمن. نعم. كان يسوي كل الحاجة اللي قلت لي. طبعا نحن سماكرة كنا نشتغل في الاتاريك والفوانيس وفي القدور. نعم. هذا جدي محمد. ايام الاتاريك قبل الكهرباء. قبل الكهرباء. نعم. وبعدين لما يعني قلت الصنعة شوية التحق بوظيفة حكومية إلين توفى. توفى رحمة الله عليه. أنت قريب ساكن هنا؟ نحن أيوه أنا ساكن هنا قريب عند قصر الأمير سلطان. أيوه ما شاء الله تبارك الله. لكم أسبوع؟ إحنا لنا أسبوع. لا توقفوا واستمروا. لا نحن مستمرين بإذن الله. حاليا نزلنا بهذا الصنف اللي هو الكباب الميرو. أيوه ناويين؟ وإن شاء الله عندنا طبق أسبوعي. كل أسبوع بيكون في طبق أسبوعي حجازي بحت 100%. كل أسبوع بيكون مختلف عن الثاني. إذا تابعتونا على السوشيال ميديا تبعنا حتعرفوا إيش في عندنا جديد. حلو. يعني حتضيفوا أطباق أخرى. حيكون في. طبعا أنتم شايف أحد مسوي غيركم هنا في المنطقة في الأكشاك هذه، أحد مسوي العربات هذه، أحد مسوي غير كباب ميرو ولا بس أنتم؟ لا نحن الوحيدين. الوحيدين، يعني جيتوا صنف ماي. نعم عشان. وتقريبا اول ناس في جدة نعمل الكباب الميرو الحجازي اللي ما خارج من منبع اللي هو البيت. انت سالتك اول قلت لي هذه المحلات العربات هذه
انتوا لكم شهر ونص تقول المنطقه هنا، قلت لكم اسبوع معاهم هنا. نعم. قلت لي ما لها في جده لست شهور بدت بربحه. صحيح. والان هذا اول موقع غير ربحه. صحيح. وموافقه من المحافظه ورسم يعني. نعم. لشبابنا دعم لهم وتشجيع لهم. صحيح. ايش تقول للي دعموكم وقالوا لكم افضل اوقفوا واحنا روحوا؟ الصراحه اول حاجه نقول لهم يعني نعجز عن الشكر. في البدايه نعجز عن الشكر. الشيء الثاني يعني بعد الشكر هذا نحتاج الدعم الاكثر في 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 جميع الموافقات، بانه بيسهل الامور باسرع ما يكون. الموضوع لما نخرج من الامور التقليديه للامور الالكترونيه سهل الموضوع كناس بتشتغل وموظفين ما يقدروا يخرجوا من دواماتهم عشان يعملوا التصاريح والاشياء دي. فبيكون في ايفنتات، بيكون في ملتقيات في الغرفه التجاريه، طبعا نحن حضرناها واستفدنا منها كثير عشان نعرف القوانين والانظمه الين وصلنا لهذا المخرج اللي احنا فيه الان. فشكرا جزيلا على كل حاجه، وشكرا جزيلا على كل المسؤولين. نعم.